طيب كما عودناكم دايما ما بنقدرش يعني يبقى عندنا يعني او نختم يومنا من غير ما نقول لحضراتكم او نذكر تهنئه كابتن محمود الخطيب اللي بتيجي عقب كل فوز وكل انتصار، والحقيقه بيكون فيها الكثير من المعاني والكثير من الامور اللي بننتظرها. الخطيب يهنئ رجال الطائره ببطوله افريقيا والتاهل لمونديال الانديه. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي حرص على تهنئة الفريق الأول لكرة الطائرة رجال وجهازه الفني والإداري والطبي بعد الفوز ببطولة أفريقيا مساء اليوم للمرة 16 في تاريخ النادي والتأهل لبطولة كأس العالم للأندية، وأشاد بالأداء المتميز للاعبين والتزامهم الفني والسلوكي وإصرارهم على استعادة اللقب القاري بعد أيام قليلة من الفوز ببطولة الدوري. وتحدث رئيس النادي عن الروح القتالية العالية للاعبين الذين لم يخسروا شوطا واحدا منذ بداية البطولة وحققوا الفوز في جميع المباريات، وكذلك ما قدموه من أداء رائع خلال الفترة الماضية بعد أن تعهدوا في بداية الموسم على الفوز بكل الألقاب المحلية والقارية. وقال إن الفوز بالبطولة الأفريقية والتأهل لمونديال الأندية يحمل كل منظومة الفريق مسؤولية مضاعفة نحو الاستمرار في التفوق وحصد البطولات على كافة المستويات. وخص الكابتن محمود الخطيب بالتهنئة جماهير الأهلي التي يرى أنها القاسم المشترك في كل البطولات والانتصارات المحلية والقارية، وهي السند الحقيقي للنادي الأهلي في كل المواقف، وشدد على ضرورة الاستعداد بقوة للمنافسات القادمة التي تحتاج إلى تركيز أكثر على الصعيدين البدني والفني. دي كانت تهنئة كابتن محمود الخطيب التي حملت الكثير من المعاني بين السطور. ألف مليون مبروك مجلس إدارة النادي الأهلي، ألف مليون مبروك الجهاز الفني واللاعبين. إن شاء الله انتظرونا بكرة كمان مع فريق كرة السلة إن شاء الله في منافسات البال، هيكون الماتش الساعة 8 إن شاء الله. أطلع معاكم استوديو تحليلي قبله. كل الشكر والتقدير لكل طاقم قناة النادي الأهلي، وبشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وإلى جولة جديدة من جولات السوبر.